لكن 3-1 كان ليفربول في 2003-2004 وكان 2-2 كان تعادل. مرة تانية صلاح ممكن يسجل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا أنا بقول لحضراتكم إيه، اتفرجوا أحسن. مهما وصفنا ومهما اتكلمنا مش هنحكي ولا نزيد ولا نعيد، لكن محمد صلاح بقدم يسرى لا تخطئ أبدا، لكن لأول مرة هو بيتفوق ويسجل محمد صلاح جول أم لا؟ صلاح شنو هذا؟ شنو هذا صلاح؟ ما هذا يا صلاح؟ سلطان البطولة الإنجليزية، هذا هو نجم الكرة المصرية، فخر الكرة العربية، كامل الأوصاف، كامل الأوصاف. حول في مباراة اليوم صلاح مرة أخرى محاصر يلعب كرة الله مارويك الله مارويك ضربة معلم يا صلاح، هدف جميل لروما، كرة في مقتل، صفروا عليه صافرات الاستهجان. قلب الدفاع فان دايك متابعة أتعود لبوه خطير، لمس على اليمين أبو صلاح والتصويب والهدف جول، الهدف الأول أبو صلاح يسجل أعزائي المشاهدين هدف التقدم. المهارة غير والأداء غير والشكل غير، الله عليك يا ولد، الله عليك يا فنان، الله عليك يا ساحر، الله عليك يا موهوب. لكن في مباراتين ممكن ان الله 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 ابو صلاح يمسي على الجميع بهدف عالمي، بهدف عالمي من لاعب عالمي، انه محمد صلاح يتقدم، محمد صلاح ويسجل هدف رائع وجميل في مرمى ليفربول. ناحية تشامبرلين على الجهة اليمنى يستلمها محمد صلاح، هاي صعبة صلاح، أولا ما هذه الروعة والبراعة وهذا الجمال يا صلاح، وهذا الجول في منتهى الروعة في الزاوية البعيدة من أمام جويتا، جول لمسة سحرية ولا أروع وتسديدة ولا أروع كذلك من محمد في الزاوية 90، الهدف السابع المصري والحصول على هدف أول في هذه المباراة. صلاح يلعب كرة يا إلهي، روعة 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 يا لعيب يا حريف. بعد ذلك تلعب للأمام والكل يبحث والتسديدة قوية، جول الله يا صلاح، الله يا صلاح، هدف جميل للفرعوني محمد صلاح ويسجد لله. ثم يلحق ساديو ماني يتفوق، ساديو ماني يبحث عن المرور، ماني ماني وبابا صلاح، بابا جول يا سلام عليك يا محمد يا صلاح، جول عالمي يا سلام في منتهى الروعة فعلها المصري محمد صلاح على الطاير مثل ما جاءت، صارت هذه الأهداف من اختصاص محمد صلاح، حطها في الزاوية 90 ببراعة وينقذ ليفربول. صلاح يا صلاح يا صلاح، جول من طول يشيل على طول باولو جنافارو، كرة على طول وتسديدة حلوة يا ولد يا جول، جول محمد صلاح يا ولد يا ولد، محمد صلاح طلع صاروخ يا ولد يا ولد، وادي الجماهير المصرية بالفانيلات الإيطالية ومحمد صلاح يحطها ايه، ادي الكرة تتشال من بلوزو محمد صلاح لا يتوانى. ادي استلام كهربا، صلح كرة حلوة صلاح يا ولد يا
يا صلاح يا صلاح يا علبي يا صلاح يا علبي، هي ديت هي لدغة لدغة العقرب، محمد صلاح يعملها ويسجل في الدقيقة 65. روعة روعة روعة. سيناريو ايه؟ ولا هيتشكوك، لو هيتشكوك كتبوا اوف ذا كوبر مش هيبقى كده. وفرحة مصرية عن طريق محمد صلاح النجم العالمي صلاح. وراح عند فابينيو يلعبها لهندرسون، كرة صعبة، هندرسون ويا يا جول، هندرسون وجول صلاح في الأوقات اللازمة والأماكن اللازمة ينقذ ليفربول ويسجل الهدف الثاني ويسجل هدفه السادس هذا الموسم، هدف 100 مع فريق ليفربول في 158 مباراة. هندرسون على الجهة اليمنى سقطت كرة من محمد صلاح بعيدة، إيدرسون يتدخل وصلاح صلاح جول شبانه حطانه، يا سلام يا سلام، تعظيم سلام تعظيم سلام، محمد صلاح بكل الغرام، محمد صلاح نجم النجاح فخر العرب، هو 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 فخر العرب. ساديو ماني عنده الكرة الآن، يبحث عن التوزيع، خطير الكرة في القائمة الثانية توصل لصلاح، با 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 با، يا سلام على الروعة، يا سلام يا سلام على البراعة في الاستلام، محمد صلاح يستلمها بروعة ودوران على الطائر ويسددها في الجول ويسدد هدف العشرين. نعم تستحق هذه الكرة وهذه اللعبة سجدة وركعة، بل سجدة